العوائق اللي تمر بها يمر بها نادي الاتحاد. طبعا الاتحاد زي كل الأندية الليبية تمر بمشاكل اللي هي تعتبر مشاكل مالية بحتة يعني. فطبعا بالنسبة لنادي الاتحاد حقيقة ما نبيش أنا أذكر لكم الرقم، طبعا هو رقم كبير شوية فيما يخص المديونية، لكن عاملين احنا ان شاء الله على تقليص هذه المديونية، وان شاء الله يعني في القريب العاجل نتمكن نحن كيف يكون عندنا الرؤية والاستراتيجية فيما يخص طبعا البرنامج الموارد المالية عبر الاستثمار وكذا، فنتطرقوا له حتى فيما بعد. سيد نادر الترهوني بأنه يكون يعني مشروع لمدير لإدارة الكرة في نادي الاتحاد، وانتظرت حقيقة بعد التكليف تقريبا لفترة طويلة، وعطيتها رسالتين، طلبت منه الرؤية والاستراتيجية طبعا لنادي الاتحاد المستقبلية سواء للفئات السنية أو الفريق الأول، ولكن دون رد حقيقة. ضف على ذلك طبعا عدم تواجده حقيقة في المكتب المخصص ليه اللي هو بجنب هنا كرئيس مجلس إدارة، فالحقيقة لا يأتي للعمل، وفترات اللي أتى فيهم طبعا إذا كان الآن إحنا موجود معنا تقريبا 6 شهور، فأعتقد تنعد على صوابع اليد ممكن 5 مرات 6 مرات فقط اللي جاهم، فما صعب علينا المهمة حقيقة. وانت تعرف يعني مشاكل كرة القدم وبعض القضايا اللي مرفوعة من بعض الرياضيين والإشكاليات اللي كانت هي موجودة، تخلصنا من بعض المشاكل حقيقة، وبعض المشاكل الثانية ما قدرناش نتخلصوا منها، ولو كان هو موجود وكان بجنبي كنا نتخلصوا من العديد من المشاكل ونديروا ونعالجوها وتكون الأمور أفضل، ولكن طبعا هو ما كانش موجود، فاحنا لم نتفق حقيقة مع بعض في الرؤية والاستراتيجية، وكان فيه تباعد حقيقة من خلال عدم تواجده في النادي، وأصبح فيه جاب يعني فيه فراغ كبير بيني وبينه، وأصبح حتى لو بنستمروا على هذا الوضع الخاسر هو نادي الاتحاد. فطبعا ضف على ذلك هو خروجه المستمر في وسائل الإعلام ويتكلم ان مجلس الإدارة فاشل، مجلس الإدارة فاشل. إذا كان مجلس الإدارة فاشل خلاص يا سيدي فاشل، عندك حلين، يا تستقيل، فهمتني كيفه، أما تقول تتكلم تقول مجلس الإدارة فاشل فاشل فاشل، ما خلاص إحنا سبب الفشل متاعنا هو جزء منه هو إدارة الكورة لعدم تواجدك. إذا كانت تتكلم أنت على موضوع زي هذا هو الفشل. الجماهير الاتحادية وضعت على عاتقي مسؤولية رئيس مجلس الإدارة، وهي مسؤولية كبيرة حقيقة، لأن الحساب حيحاسبه رئيس النادي ما يحاسبه مدير كورة، وطبعا وسيد نادر طبعا هو عبارة عن وظيفة هي إدارة الكورة، إذا كان هو بينجحني فأنا حنفرح به وحنوقف معه وكذا، ولكن إذا كان بيفشلني فأنا نقوم بإعفائه حقيقة. فهذا اللي صار حقيقة، وإن لم تتوافق الاستراتيجية والرؤية درت له حقيقة رسالة إعفاء. طبعا فيه العديد من المرشحين بدون ذكر اسماء حقيقة، كثير من الناس اللي هم شخصيات الاتحادية اللي هي موجودة ترشح في شخصيات معينة، والأسماء موجودة أمامنا طبعا لعملية شوف السيرة الذاتية متاعهم، طريقة التعامل، الأخلاقيات، علاقتهم بالرياضيين، علاقتها بالرياضيين الشخصية هذه، وإن شاء الله عن قريب إن شاء الله تكون في شخصية موجودة تدير دفة إدارة الكرة في نادي الاتحاد، بحيث أن احنا نقدروا تكون فيه نوع من الإجماع سواء ما بين احنا كمجلس إدارة وبين الرياضيين والطاقم الفني والطاقم الإداري اللي هو حيكون موجود إن شاء الله في المستقبل. قد تكون هناك شخصية يعني من خارج ليبيا لو تم تحديد انطلاقة الدوري واستتب الأمن في ليبيا وأصبحت وضع ليبيا يعني وضع طبيعي عادي، ممكن احنا تكون في شخصية يعني عربية من مصر أو من تونس، فهمتني كيف، الشخصية هذه احترافية وقامت طبعا بالشغل في أندية كبيرة، فهمتني، بدون ذكر اسمها، فهمتني، ولو من العناصر المحلية ففيه حقيقة فيه رياض اللافي، فيه علي رحومة، فيه رياض جمعة، هذا كلهم يعني من الشخصيات اللي هي موجودة، لو توافقت، لو ما حصلنا شخصية خارجية ممكن نجلسوا مع بعض، لو توافقت الرؤية متاعهم مع مجلس الإدارة
احنا ممكن نمشوا في رؤية واستراتيجية مستقبلية بحيث ان نادي الاتحاد يكون في 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 صدارة المشهد الرياضي وفي صدارة الترتيب العام لو فيه مسابقة.